زيكم، الجولة عندي كول. شو زيت؟ بوت وده كان فيه حاجة، كان فيه زي، كان فيه حاجة تشبه له في مصر بس مش فاكرة اسمه ايه. خلاص راحت علينا، مبقناش نقدر نلبس ده، نقدر نلبس ده ولا نمشي بيه. الحمد لله. ده بقى العيش الأدوات الكهربائية بتاعت المطبخ، خلاطات ما شاء الله. نوع دوت الحلو ايه، الكرتونة بتاعته. ودي القلايات، ودي الحلل بالكهرباء. ودي الكبات، الكبة دي كان عندي اختها، مش نفس الشكل بس نفس الشركة. الشركة دي حلوة. ودي القهوة، ودي المكنسة، مكنسة مدري بينضفوه، والكربت والسجاجيد.